مساء الخير. جمعة الخريف العربي جاءت اليوم بطعم فلسطين، أصل الثورات وموطنها. وفي مساجدها صلى الفلسطينيون بتحدي الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت قنابل الهلع والهروات، ودخلت باحة مسجد الأقصى مع المستعمرين والقناصة لتفريق تظاهرة عند باب المغاربة الذي يربط المسجد بحائط المبكى. والفلسطينيون صلوا في بئر السبع للمرة الأولى منذ عام 48، وذلك من أجل تحرير المسجد من السيطرة الإسرائيلية التي حولته إلى متحف. وربيع العرب وصل في تشرين إلى الأردن على كتف تظاهرات نظمتها جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين. أمن الأردن كان بحجم المتظاهرين الذين رفعوا شروط الإصلاح السبعة، لكن الملك عبد الله الثاني كان أشطر من الإخوان والاستخبارات المنتشرة في الشوارع، فأقدم على خطوة ميتة في المضمون ومكررة في الشكل، فحل البرلمان داعيا إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية العام. وفي البحرين استعادت الجمعة زخمها بعد وفاة معتقل معارض في السجون البحرينية، وعلى وقع شعارات يا غيرة الله اغضبي عادت الحشود إلى دوار اللؤلؤة مرتكز الانطلاق الأول. وإذا كان يوم التقية في الدول العربية ثائرا سلميا، فإن جمعة سوريا بقيت على لون الغضب الأحمر وحملت شعار نريد سلاحا لا تصريحات. وهذا السلاح الذي لن يحتاج إلى جمعات تمكن اليوم من إسقاط مروحية تابعة للنظام في ريف دمشق واعتقال طياريها، فيما أعلنت المعارضة عن اعتقال عقيد في الحرس الجمهوري. مع تركيا فإنها قصة لا تنتهي وحرب لن تأتي، فأنقرة ستبقى تصدح في الهواء لأنها تقرأ في طالع المنطقة وتحتسب لأرضها وشعبها الواقعين على خطوط تماس سورية روسية إيرانية والأهم كردية. انتهت الرسائل المتبادلة بين دمشق وأنقرة، وحسمت الموقف التركي لصالح التهدئة بعدما وجد أردوغان أن طهران وموسكو على تأهبهما، وأن حلف الناتو متأثر بنجيب ميقاتي وبدعة النائب النفس. لكن أخطر من كل ذلك أن تركيا تعيش الهاجس الكردي، وهي أخذت العلم والخبر أن أي ضربة عسكرية توجهها إلى العمق السوري فسيقدم النظام على تسليم حزب العمال الكردستاني صواريخ كورنت، وهي المضادة للدروع والقادرة على اصطياد الدبابات من عمق 7 كيلومترات. هذه الصواريخ هي التي حطمت عام 2006 أسطورة المركافة الإسرائيلية، وقد استعملها مقاومو حزب الله وأنهوا بها فخر الصناعة الإسرائيلية. والكورنيت الطيبة الذكر يبدو أن مفعولها في صيتها أيضا، فما إن تحسس الأتراك خطرها من الجانب السوري حتى جمدوا باخرة صواريخ وصلت من ليبيا إلى ميناء الإسكندرون، ولم يتجرأ الأتراك على تسليمها إلى المعارضة، وقد يعاد شحنها. وما عدا ذلك فإن مجموعة تصريحات رجب طيب أردوغان لن تكون مضادة لدرع صاروخ كورنيت واحد إذا ما انطلق باتجاه المدرعات التركية من على منصة حزب العمال الكردستاني. المعارضة السورية تسقط طائرة في ريف دمشق، انتفاضة إيطالية على تدابير تقشفية، وأخبار أخرى في بانوراما الدولية للزميلة عنان زلزلي. في جمعة سوريا عادت التظاهرات في مناطق عدة بعنوان نريد سلاحا لا تصريحات، وتزامنت في ريف دمشق مع إسقاط طائرة حربية سورية في الغوطة الشرقية واعتقال الطيارين بحسب مصادر المعارضة، التي أشارت إلى أن مقاتلين من الكتائب الثائرة أسقطوا طائرة كانت تشارك في القصف على مناطق الغوطة الشرقية واعتقلوا ضابطا كبيرا في الغوطة. قامت إحدى كتائب التابعة للمجلس الثوري العسكري في ريف دمشق الغوطة الشرقية باعتقال العقيد، عرف عن نفسك. العقيد الركن أحمد البعيدي من مرتبات الحرس الجمهوري من اللاذقية القداحة وابناء الطائفة العلوية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كتيبة شهداء دوما أعلنت عن سيطرتها على قاعدة جوية في الغوطة الشرقية، وأظهر فيديو بثته المعارضة على مواقع الإنترنت اعتقال أحد العناصر النظامية في القاعدة. لا
مرتاح وخلاص يا شباب. على جبهة حمص، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المدينة تعرضت لأسوأ قصف منذ أشهر، لا سيما أحياء الخالدية. وعلى الحدود مع تركيا، توقف القصف التركي باتجاه مواقع سورية مع استمرار تعزيز قوات الجيش التركي. التلفزيون السوري بث مشاهد لعناصر من الجيش النظامي في مدينة حلب، قال إنهم تمكنوا من تدمير عدد من الآليات المزودة بمدافع رشاشة وقتل عدد من الإرهابيين. وبث تقريرا من مدينة قدسية بعد إحكام الجيش السيطرة عليها، وأظهر أماكن للتعذيب أقيمت في أقبية المباني. وقعت مواجهات بين قوات الشرطة البحرينية ومئات المتظاهرين بعدما منعوا من الوصول إلى دوار اللؤلؤة الذي شكل مركز حركة الاحتجاجات العام الماضي. وتحت شعار يا غيرة الله اغضبي، خرجت تظاهرات غاضبة احتجاجا على استمرار احتجاز حرائر الثورة وتنديدا بجرائم القتل التي تقترفها السلطات. وردد المتظاهرون شعارات الشعب يريد إسقاط النظام الذي قمعت قواته المسيرات مستخدمة الغازات السامة والرصاص ضد المتظاهرات، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما اعتقلت عددا منهم. بعدما فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على القدس المحتلة وعرقلت حركة وتنقل المصلين إلى المسجد الأقصى، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات الفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إثر اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود الإسرائيلية باحة المسجد عقب صلاة الجمعة. وألقت القنابل الدخانية في باحة المسجد أثناء تأدية المصلين للصلاة واستخدمت الهراوات، ما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين. اشتعلت المدن الإيطالية بالتظاهرات الطلابية ضد تدابير التقشف التي طالت النظام التعليمي الحكومي، تخللتها مناوشات مع قوات الشرطة لا سيما في العاصمة روما ومدينة ميلانو شمالي البلاد. ففي روما انطلقت مسيرة الطلاب من وسط المدينة مرورا بمقر وزارة التعليم، وتخللتها مواجهات بين الطلاب وضعوا على رؤوسهم الخوذات الواقية مع عناصر للشرطة. وشهدت مدينة ميلانو مسيرتين للطلاب جابت شوارعها، شهدت إحداهما إطلاق قنبلتي دخان على قوات الشرطة. وفي مدينة تورينو شهدت المظاهرة مناوشات بين الطلاب والشرطة بعد قيام الطلاب بإلقاء البيض والطلاء والزجاجات على رجال الشرطة. وردت قوة مكافحة الشغب بإيقاف بعض الطلاب، ما أجبر المتظاهرين على التفرق في الشوارع المجاورة. وردد المتظاهرون شعارات تندد بسياسات الحكومة الإيطالية واستقطاعاتها من قطاع التعليم، متهمين رئيس الوزراء ماريو مونتي بعدم فعل شيء تجاه تفشي ظاهرة البطالة. تظاهر الآلاف في عمان تلبية لدعوة أطلقتها الحركة الإسلامية المعارضة تحت عنوان جمعة إنقاذ الوطن للمطالبة بالإصلاح، وذلك على الرغم من قرار الملك حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. تقرير لمراسلنا في الأردن مع أبو دلو. مقامرة سياسية إخوانية قلبت السحر على الساحر، فبعد توعد إخوان الأردن بمسيرة إنقاذ الوطن من أجل الإصلاح والتي قالوا إنها الأكبر والأضخم بالتاريخ السياسي الأردني، وبوسط عمان فوجئ الجمهور بمشاركة بضعة آلاف منهم. وهنا تداركت قيادات الإخوان الوضع فحولوا مسيرتهم إلى مهرجان خطابي لأسباب فنية على حد وصفهم، رافعين يافطة شروط الإصلاح السبعة. ما في شيء مختلف، يعني بجوز الشحن اللي سبق المسيرة شوي عمل بعض الأجواء، لكن الحمد لله متخلص منه تماما. وهذه مسيرة مدام اللي بخرج بالمسيرة ملتزم بالقانون، فبتأكيد الدولة ورجال أمن ملتزمين بالقانون، واجبهم يحموا المسيرة، وراح تكون يوم عادي جدا على عكس كل التوقعات اللي كانت والتهويل والمبالغة اللي كانت حتى من الخارج اللي بيفترضوا أنه لا سمح الله يكون في شيء. هذه هي البدايات القوية والمؤثرة، ولدينا إمكانية أن نطور أنفسنا وأن نؤثر في الضغط اتجاه إحداث الإصلاح المطلوب. كل الخيارات
السلمية الملتزمة بإصلاح النظام هي خيارات مفتوحة لدينا، ولا يجوز أن يحشرنا أحد بين انتخابات هزيلة لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني أو أن نبقى في الشارع. الشارع هذا هو أفضل برلمان للشعب الأردني. أيام من التوتر والخوف من الانفلات والتدهور نحو المجهول سادت الأجواء السياسية والعشائرية قبل مسيرة الزحف كما أسماها البعض، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ليبي وسوري كانا ينويان القيام بأعمال إرهابية تفجيرية، وعدد آخر كان يحمل السلاح باتجاه وسط البلد، ما دفع العديد من الأردنيين بالتوعد للإخوان بالخروج بمسيرة مؤيدة للرد عليهم، وحرصا منهم على عدم إراقة الدماء اختاروا تأجيل مسيرة الولاء بساحة النخيل إلى أجل لم يحدد. لا نية لنا إلا إنقاذ الوطن، وخصوصا أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة، مرحلة سياسية جديدة، مرحلة اقتصادية جديدة، تتطلب منا فعلا أن نحشد كل الجهود. كما ترى الصغار الكبار النساء الرجال الشيوخ المرضى كلنا خرجنا لأنه طلبنا واحد. حكومات تتوالى علينا، وهذه الحكومة تنهب من جهة وهذه الحكومة يكون الفساد فيها من جهة أخرى، ثم نجد الفاسدين والمفسدين يبيعون مقدرات الوطن ولا أحد يأخذ على يدهم. يأتي كل هذا فيما حسم العاهل الأردني أربع مسائل هامة، وهي مسألة إجراء الانتخابات النيابية مع بقاء الإخوان بالشارع، ومسألة أن صاحب القرار هو القصر الملكي الذي أكد على قانون الصوت الواحد، ومسألة ملفات الحسم بترحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ستخدم البلاد 85 يوما حتى ولادة برلمان جديد، وأخيرا تشكيل المحكمة الدستورية، وهي محكمة ستولد لأول مرة في الأردن باعتبارها خطوة كبيرة من استحقاقات الربيع العربي نحو الإصلاح. مع أبو دلو، تلفزيون الجديد، عمان. ننتقل الآن عبر الهاتف إلى زميلة كريستين حبيب التي تواكب زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل السيمان في الأوروغواي. كريستين، مساء الخير. مساء النور رائد. ماذا في لقاءات الرئيس اليوم في الأوروغواي، وهل هذه المحطة هي آخر محطة في الجولة؟ صحيح رائد، هي الزيارة الأخيرة من جولة الرئيس ميشيل سليمان في أمريكا الجنوبية، إذن الأوروغواي هي المحطة الثالثة والأخيرة. في هذه الأثناء يترأس الرئيس ميشيل سليمان اجتماع موسع مع لجنة الصداقة البرلمانية الأوروغوانية اللبنانية، وهي تضم عددا من النواب المتحدرين من جذور لبنانية، وهناك عدد من السياسيين الأوروغوانيين المتحدرين من جذور لبنانية نظرا لعدد الجالية اللبنانية في الأوروغواي، وهو كان قد التقى منذ بعض الوقت نائب رئيس الجمهورية دانييلو أستوري في مجلس النواب الأوروغواني. الرئيس سليمان استهل يومه في الأوروغواي بلقاء مهم مع رئيس جمهورية الأوروغواي خوسيه موخيكا، وبعد لقاء خاص جمعه به كانت هناك جولة من المحادثات الموسعة بين الوفد اللبناني والجانب الأوروغواني، وجرى الاتفاق على توقيع اتفاقيات في مجالات عدة، في مجالات السياحة والصناعة وأيضا الاتصالات والزراعة والثقافة والتقنيات. الرئيس الأوروغواني رحب بالزائر اللبناني وقال إنه يفتخر بالجالية اللبنانية المقيمة في الأوروغواي وهي ناشطة يوميا وناشطة سياسيا في هذا البلد. أما الرئيس ميشيل سليمان فقال إن هناك أفاق للتعاون بين البلدين لا سيما من خلال هذه الاتفاقيات الموسعة الموقعة. شكر الأوروغواي دعمها الدائم للبنان لا سيما في تنفيذ القرار 1701، وقال ان اللقاء تركز على ضروره استمرار السعي لايجاد حل لقضيه الشرق الاوسط بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين بالعوده الى ارضهم بعيدا عن التوطين، وايضا قال ان هناك مجالات تعاون عده بين البلدين في السياسه والاقتصاد وليس فقط بين لبنان والاوروغواي انما ايضا بين دول امريكا اللاتينيه والدول العربيه، وكان هناك ايضا بحث في الاصلاح داخل الامم المتحده وأجهزة الأمم المتحدة المنبثقة عنها. الرئيس سليمان كان أيضا وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للمحرر الجنرال أرتيغاس الذي حرر الأوروغواي، وهذا المساء بتوقيت الأوروغواي سيكون هناك عشاء تكريمي على شرفه ليلتقي غدا الجالية اللبنانية في الأوروغواي في أبرز محطات هذه الزيارة إلى مونتيفيديو العاصمة الأوروغوانية. رائد، شكرا للزميلة كريستين حبيب والتي تواكب زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في الأوروغواي. إشكال فردي في عين الحلوي يتطور إلى إطلاق نار ويؤدي إلى إصابة سبعة أشخاص. جعجع يأسف لمساهمة عناصر من حزب الله في قتل الشعب السوري، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة نوال بري.
تطورت الأسن في مخيم عين الحلوى بين الفلسطينيين زياد أبو النعاج الذي ينتمي إلى جند الشام وعنصر في حركة فتح خالد مشعور إلى إشكال ثم إطلاق نار أسفر عن إصابة أبو النعاج في ساقه وأصيب بنتيجته أيضا فلسطينيان كانا مرين بالمكان صدفة هما ممدوح سليم ورامي كويدر، حيث نقل سليم إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لخطورة إصابته، فيما نقل أبو النعاج وكويدر إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم. وعلى الأثر شهد محيط مكان الإشكال استنفارا لعناصر من فتح، قبله استنفار مماثل من قبل عناصر جند الشام وفتح الإسلام في حي الطيري. وبحسب مراسلنا في صيدا عفيف الجردلي، فقد أقدم أحد هؤلاء العناصر على إطلاق النار ردا على إصابة أبو النعاج، فأصيب 4 فلسطينيين آخرين. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قيادة الأمن الوطني الفلسطيني أوقفت مشعور للتحقيق معه. بعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرة من مسجد حمزة في القبة بمدينة طرابلس، رفعت خلالها شعارات مؤيدة للشعب السوري، وجابت شوارع المنطقة وصولا إلى ساحة ابن سينا، حيث ألقيت كلمات شددت على ضرورة دعم النازحين السوريين واستنكرت ما يجري في سوريا. أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه لم يتفاجأ بالانفجار الذي وقع في النبي شيد في بعلبك، بل بخبر مقتل عناصر من حزب الله في سوريا الذين أسف لمساهمتهم في قتل الشعب السوري البريء، محذراً من انعكاس مقتل القيادي في حزب الله أبو عباس وبعض العناصر الحزبية سلبياً على لبنان. جعجع وعقب لقائه السفيرة الأمريكية لدى لبنان مورا كونيلي أكد أن العمل جار للتوصل إلى قانون انتخابي جديد قبل نهاية العام الحالي، مشدداً على أهمية قانون الدوائر الصغرى. بدورها تلت كونيلي بياناً مكتوباً تضمن قلق الولايات المتحدة البالغ لجهة استمرار القصف والتوغل السوري داخل حدود لبنان. لقد بحثنا في قلقنا العميق لجهة أعمال سوريا المزعزعة للاستقرار في لبنان، وكما قال مجلس الأمن الدولي يجب على النظام السوري أن يحترم تماماً سيادة وسلامة أراضي جيرانه. إن الولايات المتحدة ملتزمة بلبنان مستقلاً، وسوف نواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على أمنه واستقراره. هذا وزارة كونيلي قائد الجيش العماد جون قهوجي، حيث تناول الطرفان الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. شدد الرئيس عمر كرامي على أن قانون الانتخابات العتيد يجب أن يجسد رغبات الناس ويعكس التمثيل الصحيح للناخبين، ولفت إلى أن قانون 60 لا سيما في ظل المال السياسي المتفشي لن يجسد التمثيل الصحيح لصوت الناس. وأكد كرامي خلال لقائه في مكتبه بطرابلس رؤساء بلديات وهيئات اقتصادية واجتماعية ونقابية ومخاتير ووفود شعبية أنه مع قانون النسبي لأنه يعطي كل ذي حق حقه ويحد من تفشي المال السياسي. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حفل تكريم أقامته دار الأيتام الإسلامية في اليونسكو أن مجتمعنا اليوم أحوج ما يكون لأولئك الذين نسميهم سعاة الخير والذين ينظرون بعين ثاقبة وعقل متزن لما يدور حولهم، فيحسنون قراءته ويدركون ما تحتاجه أمورنا من عمل على وحدة الكلمة وحسن التدبير وصون قيمنا ومبادئنا. أهلا بكم من جديد. أزمة الطلاب اللبنانيين في سوريا تراوح مكانها، وهم يرون أن المرسوم الوزاري مجحف بحقهم. تقرير دلال بزي. كلما طال عمر الأزمة السورية نقصت فرص الطلاب اللبنانيين في سوريا في بلوغ أهدافهم العلمية، لذلك كانت الجامعة اللبنانية الملاذ الأخير لهم، فطرقوا بابها بعدما صدر مرسوم وزاري كان يفترض أن ينصف سنوات دراستهم، لكنه جاء مجحفاً بحقهم كما يقولون. بدنا نعمل امتحان دخول، بس يكون شوية امتحان دخول منطقي، ما يقل بدي أدرس أنا منهاج مثلا، أنا بدي أقدم سنة خامسة هلا، يقل بدي أدرس منهاج السنة الرابعة اللي بياخدوه خلال سنة، بدي أقدمه خلال أسبوع، بدي أقدمه بالإضافة لهذا الشيء خلال أسبوع وبلغة تانية، يعني يا أما فرنسي أو إنجليزي، وأنا بدرس عربي، فشيء مش منطقي ابدا. بعد دقائق من دخولهم حرم كليه طب الاسنان في الجامعه اللبنانيه خرجوا والاستياء باد على وجوههم، فالامتحانات على بعد ايام معدوده، وان امتحنوا لاكمال دراستهم فلا شهاده لهم في نهايه السنه. نقطه، نحن قالوا لنا انه لو حتى انقبلته مثل ما مكتوب بالقرار، لو حتى انقبلته ما حتاخذوا شهاده من الجامعه اللبنانيه. شو يعني؟ يعني ليه بتدرسوا؟ ليه بتجوا على؟ سالنا نحن بامانه السر، قالت لنا انه ما معروف لا من الجامعه السوريه بناخذ شهادتنا ولا من الجامعه اللبنانيه. يعني بس تيجي كمتابعه الدراسه، يعني بنعمل استاج برا عند اي طبيب.
الشباب بيكون أفضل. لم تكتف الأزمة السورية بتحولها إلى أزمة دراسية بالنسبة إلى الطلاب، بل تحولت إلى أزمة طالبية لبنانية لبنانية، فدار نقاش تحول سريعا إلى تلاسن ولم ينتهي إلا بحضور العميد الذي حاول التقاط العصا من النصف. تفرقت الجموع، الطلاب الأصليون عادوا إلى صفوفهم، أما من يطمح إلى مقعد فكان بهو الجامعة صفه. أقل واحد 16 علاماته بسوريا، أقل واحد. يعني معدل 100% بالأولى يعني 16. وأكثر من هذا أقل واحد علاماته بالترمينال 16 و17. ممنوع منع بيتا داخل الهيدا بأمر من العميد. برا أوكي. نحن حاطين اثنين على كرسي ما في كراسي. هي جامعة بايو، بايو سجلوا اياها باسمها. احمد يلا ماله معروف. عيلة ولا منكم بيقعد حدا برا، تفضلوا. كلكم انتم لازم تكونوا بينام عم تشتغلوا. عميد كلية طب الاسنان البروفيسور منير دومد فوجئ بوجودنا في الجامعة، فكانت المقابلة من دون إعداد مسبق. فحوى إجاباته سواء للكاميرا أو للمستفسرين بالهاتف أظهرت أن هناك قرارات محسومة في إدارة الجامعة. أنا بروح أنا وياك هلأ منصور صف تاني وتالت سنة، إذا في فوت إنسان عليهم سيدي نحن عنا 64 يما أكتر حسب بين تاني وتالت سنة، بس لا يمنع. لك شو حطينا نحن؟ انه تفتحوا لهم صف خاص. اذا نجحوا مسكون بالقرار انه بالمرسوم انه ما في شهاده بتنعطى طبعا اي اساس بدهم يجوا يداوموا. لا لا لحظه اوقفي صادر من مجلس كليه وراح ضلني عليه وما راح نتراجع عنه. نحن بنقول لا ينال الطالب المقبول في امتحان الدخول شهاده طب اسنان من الكليه الا اذا درس في الكليه على الاقل 3 سنوات منهجيه. نحن هلاني في البعض مش عجبهم هذا موضوع بيرجع لإلهم، ما معقول واحد يجي يفوت باخر سنه وياخذ شهاده من الجامعه اللبنانيه. نحن بفتكر في معاهده بيننا وبين الدوله السوريه لازم نرجع نعيد النظر فيها. تعددت التحركات وسبب واحد، مستقبل في مهب جامعات سوريه اقفلتها الحرب، وجامعات لبنانية لا تتسع على ما يبدو لما يكفي من العائدين. دلال بزي، قناة الجديد. في خاص الجديد، أزمة تصاعدية في سلسلة الرتب والرواتب وخوف من تكرار تجربة اليونان. تحقيق للزميلة آلين حلق. سلسلة الرتب والرواتب معضلة المعضلات في بلد لا موازنة فيه منذ العام 2005، فما خطورة إقرار هذه السلسلة وما هو الحل لشريحة المتعاقدين والمتقاعدين في البلد؟ رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة السفير عدنان الحاج يفند السلسلة ويطرح الحل. أنا مع أنه يتحسن أنه تطبق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ولكن بشكل مدروس لا يرهق الخزينة ولا يشكل ضغط على القيمة الشرائية ولا يشكل ضغط على النقد اللبناني ولا يعمل تضخم. القطاع المصرفي عنده ودائع الناس، مش مصريات أبوه للقطاع المصرفي، يعني هذا ودائع للعالم. بيجي مدين الدولة 29 أو 30 مليار دولار، ومدين القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية شي 41 مليار دولار. طيب معناتها أنه تلتين الودائع تقريبا هي مدينة القطاع المصرفي. بس أنا رأيي وهي السلسلة مش حتوقع مجلس النواب. أما الأولى مصادر تمويل، مصادر تمويل منين؟ في عندك الضريبة على القيمة المضافة، الحل البسيط. ضريبة على الفوائد المصرفية هي خطيرة. حل السريع للحكومة أن تستدين قيمة السلسلة ولكن على 3 دفعات ضمن الديون اللي عم تدينها بعجز الموازنة بهالوقت، لأنه السلسلة بدها قانون، وحتى بتفرض رسوم جديدة بدها قانون على مجلس النواب. بهالوقت بيكون فكر واحد أكثر عقلانية بمصادر الإيراد. الهيئة الاقتصادية لا تزال على موقفها، وقد حذر رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقاير من تحول لبنان إلى يونان ثانية، رافضا فكرة استدانة الدولة لدفع مستحقات السلسلة. ستنا واحد اليوم مديون ما بيرجع بيتدين ليقسط. وبعدين أنا يعني أتمنى على الحكومة، أنت بتعرف في 200 ألف اليوم بالقطاع العام، في 80,000 متقاعد، وكل سنة عم بيطلع بين 7,000 و8,000 متقاعد من هال200,000. حدا عم بقول قد بده يكلف على 5 سنين أما 7 سنين بس الفرق للمتقاعدين. نحن منا ضد زيادة اليوم الغلاء المعيشي،
نفس اللي طبقناه على القطاع الخاص يجب أن يطبق على القطاع العام. نحن كهيئات اقتصادية ضد موضوع الرتب، لأنه هذا الموضوع بده يزيد العجز 60%، البلد ما بتتحمل. نحن خايفين نوصل ليونان تانية، سلسلة ممكن هي تخدم فقط 200-250 ألف من الشعب اللبناني، بس باقي الشعب وين؟ بناخده كله على المجهول مشان من أجل 250 ألف شخص، بننسى 4 مليون و250 ألف الباقيين. ما حنخليها تمشي لا بهالطريق ولا بهالطريق، ومنا مستعدين اليوم كهيئة اقتصادية يلي نحن حملنا هالبلد هالقطاع الاقتصادي والاقتصاد على كتافنا من 1992 نخلي بصراحة أي فريق يهده. هيئة التنسيق النقابية ما زالت بدورها على موقفها، رفضت التعديل، رفضت التقسيط، وطالبت بوقف النهب والهدر وسرقة المال العام والمحاصصة وفرض ضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، ما يظهر أن الوضع مرشح إلى مزيد من التأزم في الأيام المقبلة. وزارة الصحة تقفل مركزا تجميليا في الأشرفية يبيع أدوية خلافا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. جاء قرار وزير الصحة علي حسن خليل بإقفال مؤسسة فينيروج في الأشرفية التي تعنى ببيع مستحضرات تجميلية ليعيد إلى الواجهة الفوضى في هذا القطاع. فالمؤسسة هذه وبحسب محضر ضبط التفتيش الصيدلي غير حاصلة على إجازة فتح واستثمار صيدلية من وزارة الصحة، وتقوم باقتناء وبيع أدوية قانونية وغير قانونية وبعضها خاضع لقانون المخدرات. صاحب المؤسسة الصيدلي هاني فيكتور أبي غصن نفى للجديد بيعه أدوية مخدرة معتبرا قرار الإقفال ظالم. بنقدم علاجات للوجه للجسم، وعندنا باراشوب تحت منبيع فيه فيتامينز، منبيع فيه فود سبلمنتس اتسترا، وهن اعتبروا انه هول الاشياء بيتبعوا بس لمؤسسه صيدلانيه، فمن هيك اعتبروا انه لازم يصادرون. وهن اجوا من فتره وقالوا لنا هول البرودكتس ممنوع ينباعوا عندكم، وضبوهم بكيس على اساس جايين ياخذوهم، وقت كانوا بعد 4 أشهر جايين ياخذوهم وجايبين معهم كمان ورقه اقفال. فنحن ما كثير فهمنا السبب ليش. قال كمان خبري انه كان انتم عندكم مثل الإكزاناكس أو شيء أدوية هاتي كان موجود، مش مزبوط. لقوا علبة السينوكس بجروري لألي، يعني هو اعتبر أنه هيدي بده يصادرها، بس هو دواء لألي أنا لليوزاج بيرسونيل تبعي، وعلبة واحدة أخذها معه المفتش، بس ما كان عندنا لا أبدا أدوية مخدرات أبدا. رئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة كوليت رعيدي أكدت أن المؤسسة كانت تحوي أدوية خلافا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. هي مؤسسة غير مجازة ببيع الأدوية، يعني تم إنشاء مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بتتعاطى بيوتي سنتر واكتشفنا عندها أدوية. العهل أساس بنقل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 86 بحق لوزارة الصحة تقفل أي صيدلية أو أي مؤسسة تم إنشائها خلافاً للقانون. رعيدي أشارت إلى أن الوزارة ستلاحق كل المخالفين، وهي تقوم بتفتيش في كل المناطق. حنلاحق كل مؤسسة صيدلانية أما غير صيدلانية عم تتعاطى بطريقة غير شرعية بالأدوية. الدواء اليوم خط أحمر، من أوليات معالي الوزير هي الدواء وسوء الدواء وسلامة صحة المواطن. ترخيص البيوتي سنتر على أي أساس بينعطى؟ مش بينعطى ضمن مهنة الصيدلة، هي ترخيص مؤسسة تجارية. يعني حتى قصة إنه مثل بيبيعوا مثل يعني عرفنا المتممات الغذائية وهودي يعني مش نتوقفوا. نحن صادرنا الدواء واللي بحكم الدواء، يعني كل شيء بينبع وفق القانون بالصيدليات. في الإجراءات القانونية تقفل المؤسسة إلى حين إحالة ملفها على القضاء المختص وبته القضية، كما يكلف التفتيش الصيدلي اتخاذ الخطوات الكفيلة تنفيذ هذا القرار. الآن ننتقل لمتابعة آخر أخبار النشرة الفنية، وتنضم إلينا الليلة زميلي دارين. مساء الخير. مساء النور رائد. أول شيء طلع كتير حلو. ميرسي. ثانك يو. تاني شيء شو عندك؟ اليوم مش عم بلحق، عندي كتير اخبار، مشان هيك عم جرب احصرهم هلا حتى خبرك عنهم بسرعه. اليوم كان في اطلاله اخرى للفنان زياد الرحباني على قناه الميادين، ونحن دائما بنتابعه وبنحبه ومن المعجبين فيه، وتحديدا مريم البسام مديره الاخبار عنا. فكان في اكيد مقتطفات من الحديث اللي اجري، وايضا في عنا تحقيق خاص عن جوليان حكيم، شاعر كتير مهضوم وغريب. رح اليوم نقدر شوي نتابع بعض من القصيدة اللي قدر يكتبها، لأنه أكيد ما حنقريها كلها، هي 12 صفحة وأكثر.
وايضا في عنا اخبار بالبانوراما الفنيه عن ليدي غاغا وعن كتار جوله بهوليوود ومحليا مع اليسا وكارول سماحه. يلا منتبع. إذن الفنان زياد الرحباني يعلق في حديث إلى قناة الميادين على ما يجري في سوريا، نتابع سويا. اللي عم بيحصل بسوريا بكل منطقة شيء. في مناطق ثورة، في مناطق غير شيء كليا. في مناطق مثل فلتت من النظام ومبسوطة بهالشيء. في مناطق بالتنسيق مع النظام كان معها سلاح لتحمي حالها، مناطق نائية مش هلا تسلحت. نعم. في مناطق عشائر متمسكة بالنظام أكثر من النظام نفسه اللي عم يلاقي حل وسط للتفاوض. في مناطق ما تأثرت، لك بأي سرعة نحن بننقل. في واحد عجبه فكرة الجيش السوري الحر، مدري شو اعتبر الجيش عمل شغلة على حاجز في الشمال. نعم. فبيعمل جيش لبناني غير حادثة الشيخ عبد الأحد. نعم. عمل شيء بخطته الأمنية، فقال لا ما كان راضي عن الخطة الأمنية. الله يوجه له الخير، هذا ما بعرف وين بده يصفي، هذا قد ما صار مغلط مع الجيش ومع الدولة ومع العقل العام اللبناني. نايب ما في لزوم نشهره أكثر، مش بيعرفوه الناس. هو نايب ويمكن كان عنده ملحمة حدا عم يشغلها غيره، شيء رديء وشيء فزع كثير من المناطق اللبنانيه من حلفائه. ميتينغ، اول تجربه شعريه نثريه لجوليان حكيم بقالب معاصر يصدر عن شركه المطبوعات للتوزيع والنشر، نتابع سويا هذا التحقيق. ميتينغ لجوليان حكيم، أول تجربة شعرية نثرية فيها من الغرابة ما يدهش الفكرة والعين. فجاء عنوان الكتاب مستمد من اللغة الإنجليزية ليخبئ داخله شعراً حديثاً لقصيدة واحدة تمتد على أكثر من 12 صفحة. أما القراءة الشعرية فكانت للممثلة كارول عبود التي حلت مكان الشاعر الذي اختارها كونه من المعجبين بها وبأدائها. أنا بالنسبة لي ما حدا بيقدر يوصل لي قصيدتي بهالفترة، يعني مثل ما أنا بشوف مثل كارول عبود ويحولها لهالتوليف المسرحية يلي كتير بنفس الوقت بتشبهها وبتشبه كارول عبود. لا تخبري أحدا ما زلت أدخن في السر. ولكن كيف نشعلها ولم يعد في جعبتنا أنا وأنت من نار؟ قيدناها بالرماد، نحن أبناء الرماد. 5 دقائق أحترق. دعيني أطلب فنجان قهوة آخر، فقد امتعض بعض شبان المقهى من طول جلستي وطول سكوتي وانتظاري وارتجافي واحتراقي. يأتون بالفنجان الثالث فأضعه توا قرب الفنجانين الأولين. في كتير ناس عم بتحب فكرة إنه اسمه بالإنجليزي، في كتير ناس عم بتحب فكرة إنه بيخبر قصة 5 دقايق على 100 صفحة وكتير فايت بتفاصيل وتضامين فيهن وموسعهن، في كتير ناس عم بتحب إنه كونها هي فكرة الحب ال5 دقايق اللي ما بيصير فيه كلام بين 2 غرباء بمقهى إزاز يلي كلنا بنقطع فيها وقليل ما نحكى عنها، بينما هي كتير طبعتنا وأثرت فينا. فكتير ناس عم بيشوفوا حالهم وعم يتذكروا تجارب خاصة لهم بالكتاب مثل ما تجربتي كانت خاصة فيه. فبقت قصص جديدة ومتنوعة، يعني هي اللي خلته يكون هالقد قريب لقلبي. من مسرح المدينة، دارين شاهين، قناة الجديد. النجمة الأمريكية ليدي غاغا و30 مليون متتبع على تويتر، الممثل الكوميدي ساشا بارون كوهين الذي اشتهر بذا ديكتيتور في فيلم جديد يحمل اسم المثلية، وأوبرا وينفري امرأة لعوب
ومحليا كارول سماحة تكتب أغنياتها، وملحن بركات معجب بصوت إليسا. نتابع البانوراما. حققت النجمة الأمريكية ليدي غاغا رقماً قياسياً بعدما بلغ عدد متتبعيها على موقع تويتر الاجتماعي 30 مليون شخص. وأفادت وسائل أعلام أمريكية أن النجم القريب إلى ليدي غاغا من حيث عدد المتتبعين على تويتر هو جاستن بيبر، الذي زاد عدد متتبعيه على 28 مليون شخص. ثم جاءت ريهانا في المركز الثالث ب 26 مليون شخص. قررت شركة باراماونت للإنتاج التعاون من جديد مع الممثل الكوميدي ساشا بارون كوهين في فيلم جديد يحمل اسم المثلية، يدور حول عرض حقيقي للملياردير الشهير سيسيل تشاو من هونغ كونغ، الذي عرض مؤخراً مبلغ 65 مليون دولار على أي رجل يستطيع حمل ابنته المثلية على الزواج منه. وكان الملياردير سيسيل تشاو قد أعلن في عدد من الصحف الدولية الأسبوع الماضي عن رغبته في ذلك، في تصريح أدلى به بعيد هروب ابنته مع حبيبتها إلى باريس. يشار إلى أن فيلم The Dictator الذي أدى فيه كوهين دور البطولة حقق نجاحاً باهراً وجمع إيرادات مالية بقيمة 175 مليون دولار. صدمت المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري معجبيها بشخصيتها الجديدة التي تقوم بتمثيلها في فيلمها الجديد The Butler، حيث تؤدي أوبرا مشهداً غرامياً مع الممثل تيرنس هورد في الفيلم. ونشرت أوبرا صورة لها وهي تبدو كامرأة لعوب، واتخذت جلسة مثيرة وهي تدخن. محلياً قررت الفنانة كارول سماحة أن تكتب أغنيتين ضمن ألبومها التالي بحسب ما ورد في معلومات صحفية، حيث سيتولى محمد يحيى تلحينهما. ومن المقرر طرح الألبوم أواخر هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن كارول لها عدد من الكتابات التي لم تظهر للنور بشكل رسمي بعد. ردت إليسا على كلام الموسيقار ملحن بركات الذي أشاد بصوتها حين قال في صوت إليسا خامة تميزها عن باقي أصوات الفنانين، بأن كلام الموسيقار هو دليل على أن لديها هويتها الفنية وخامة صوتها مميزة، فهي تحبه وسعيدة بالتنويه الصادر من ملحن بركات. كلام إليسا جاء خلال لقاء صحفي لها في مجلة سيدتي مع صحفية زلفة رمضان. لكل المعجبين بإليسا وبكارول كان عم يسألني لأنه رائد وأكيد في مثله كتار بدي عم يسألني مرتبطة كارول؟ فبقول لك لا مش مرتبطة. لا تعليق. لا تعليق. Thank you دليل. يعطيك العافية. والآن ختام هذه النشرة تكون مع لقطة اليوم. تمكن من التوصل إلى قانون انتخابي جديد. سيد بالنسبة لموضوع اللقاء الساعة 8 الساعة 4 عندما يطرح نعمل نص جمنا 8:14 يلا هلا دوري يلا عندما يطرح. نحن الآن نناقش مشروع قانون المرسل من الحكومة. حين يطرح اقتراح القانون المقدم من جانب النائبين الكريمين الأستاذ نعمت الله أبي نصر والأستاذ ألان عون، سنبدي الرأي أثناء نقاش هذا الاقتراح. يلا يعطيكم العافية. ما راح أطول أنا، 3-4 دقائق. حاضرين يا أخوان؟ قلنا ساعة 8 ساعة 14 بدي. إيه يا أخوان، قد يبدو كلامي يعني نظريا أو كأنه ضد التيار. كان في نشاتنا إسقاط طائرة سورية واعتقال عقيد من الحرس الجمهوري. العقيد الركن أحمد البعيدي من مرتبات الحرس الجمهوري من اللاذقية القداحة أثناء الطائفة العلوية. أكبر تظاهرة لإسقاط النظام في عمان. هربوا من سوريا ولم يستوعبهم زملاؤهم.
16 و17 ممنوع منع بيت داخل الهيدا بامر من العميل برا اوكي بس جوا لا. وتابعنا في النشرة السلسلة تضغط على رقاب الجميع. في الفن ميتينج يأتون بالفنجان الثالث فأضعه توّر قرب الفنجانين الأول. وزياد الرحباني اللي عم بيحصل بسوريا بكل منطقة شيء. في مناطق ثورة، في مناطق غير شيء كليا. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.